وزيارة وزير الشؤون الخارجية عثمان جرندي قال لك إلى باريس دون علم حتى عرفه المباشر السيد رئيس الحكومة. هذا ما يتداول على الأقل في هذه الأثناء. بالك مشى عندي في الأصلان سي نجيب دخلنا طول في البلاد دي ريزيستانس من غير مقدمات ولا مقبلات. اوكي الوضع في تونس مأساوي إلى أقصى درجة. مأساوي إلى أقصى درجة يعني نعيش تراجيك ومخيف. يعني نعيش مأساة في تونس. نعيش مأساة مخيفة مخيفة حقيقة. أو باش تشوفوا الصورة بغاية السرعة. هاي صورتك. رئاسة الجمهورية منغلقة على نفسها بالتمام والكمال وتريد صلاحيات لم يمنحها لها الدستور. تريد أن تضع يدها على الحكومة. أنا أؤمن بالنظام الرئاسي وحقها الحكومة تبعته، أما في الدستور مش تبعته، وبالتالي مش من حقه باش يحط عليها يده. ثانيا داخل معها في نزاع محموم وصل حتى للعلاقات الخارجية. الزيارة اللي مشيت ليبيا كان موضوع تجاذب مش بين فرقاء سياسيين، بين مؤسستي الحكومة ورئاسة الجمهورية. سبق نفس الشيء في زيارة البسيسي اللي ألغيت في إيطاليا. يعني صدرنا الأزمة متاعنا وحتى في العلاقة بالبنك الدولي أصبحنا نتنازع شكون اللي باش يتصرف في الـ في الـ في الـ في القرض اللي باش تمنحه البنك الدولي. يعني بحيث الصراع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وصل إلى مداها باش ما نقولش أقصى. الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أيضا يعني وصل إلى حالة من التعطل المستمر. الوضع في البرلمان شفتوه البارح، يعني ما عادش نتكلموا على التجاذبات، ولينا نتكلموا على أوبستركسيون، عرقلة لأعمال البرلمان، مؤسسة نريد تعطيلها. المؤسسة هذه مش احنا اخترناها، الشعب التونسي اختارها، نحتج عليها، نحتج في إطارها، ولكن لا نعطل أعمالها. أكثر من هكا وصلنا إلى المواجهة في الشارع أمام جمعية علماء المسلمين، وقت اللي قلنا راه هك المواجهة هذيك راهي مضرة، قالوا إذا كنت تنتقد الأخت عبير راك أنت مصطف وراء الإسلاميين. ومن غدوة جماعة الكرامة يمشيوا لموقع حساس وهو المطار أمني، ويعطي الصورة الخارجية متاع البلاد ويعملوا فيها كالاقتحام وكالشيء اللي وقع. مش مازال نجموا ننتظروا كان إذا كانت تستمر هالديناميك هذه، رانا ماشيين للمواجهة وللانفجار. المنظومة السياسية مغلقة مسكرة، قال قيس سعيد راه مش كل ما يقولوا غلط، على كل حكم من أحكام الدستور حطوا غلاق. احنا مجتمع تونسي قاعدين نعيش في تأثيرات الأزمة هابطة على روسنا وعلى كتافنا وما عندناش الحق نتكلم. شو معناه ما عندناش الحق؟ ما هيواش هل النظام السياسي حطوه المؤسسين منهم انت سي نجيب؟ منهم انا، لكني كنت معارض منذ ذلك الوقت، والكاساتات موجوده والمقالات وكل شيء، ولكن تعدى في اطار عليه صوت في اطار علاقه قوه. ما يهمش اسيدي، افرض اللي انا غلط وانا ما عندي حتى علاقه بالخطا، مانيش منزع الخطا، ما مش في هذا المجال. فبالتالي 10 سنوات ورات انه ينتهي الى شلل. تونس نجم تستمر إلى 24 هكا، ممكن تونس تستمر بالنظام السياسي هذا اللي شالل الدولة وفي إطار الأزمة، وين الدولة ما عادش عندها حتى إمكانية مالية وما عادش عندها رصيد في الخارج. ممكن تونس باش تصبر 3 سنين أخرى؟ لا، ولكن سينجي هذيك نكمل الإصلاحات، نكمل الفكرة إلى المنظومة هذه ما تتنفسش، ما يعملوا لها صمام أمان سوباب سيورتي، باش تنفجر باش تنفجر. أيوة هنا المبادرة الآن يلزم يكون فما حوار عنده جانبين. حوار سياسي يكتفي بحق الاستفتاء. يا شعب تونسي هك جربت 10 سنين تحب تحافظ على النظام هذا؟ مستحيل، حتى ما عاد حد يدافع عليه. تحب نظام برلماني ولا نظام رئاسي؟ ويصير حوار والمجتمع التونسي يقرر، ما يقرر لا سي راشد الغنوشي ولا سي سعيد ولا العبد لله. الشعب التونسي نهار احد يمشي في صباح يحط ورقه. على ضوء هذاك يتعدل الدستور ونمشيو لانتخابات عامه جديده. مش قبل 24 ها؟ قبل 24 لو انا ماذا بيا ويصير حتى عام اللي تحب، اما تونس قادره باش تستنى ليوم 24؟ انا في تقديري مش قادره.
ولذلك لابد الإسراع. الشيء الآخر هو الحوار الاقتصادي والاجتماعي. الحوار الاقتصادي فقط مش باش نطول فيه، فما قضايا خلافية واضحة ومعروفة، كتلة الأجور، صندوق الدعم، الشركات الوطنية، هي فركوا الرومان ومشدوا العصام الوسط ونضحيوا الكل ونصبروا على بعضنا، نصبروا باش تونس نجم تقف على سطح. انت سهلتها برشا الصورة، ولكن نرجعوا للشق الاقتصادي والاجتماعي. لكن على المستوى السياسي انت قلت كلمة، قلت ما نقعدوا نتفرجوا ما عندناش الحق نتكلموا. بالضبط. شكون مانعك باش تتكلم؟ شكون مانعك باش تبادر؟ شكون مانعك باش تقدم؟ ديمقراطية كيفاش ديمقراطية؟ مش موجود؟ اللي عندهم الشرعية الانتخابية رئيس دولة أو مجلس نواب الشعب يقول لك احنا منتخبين من الشعب، عندهم الحصانة، عندهم اللي يحبوا، انت ما تنجم كان تتكلم. هذا ايش قاعدين نعملوا احنا في تونس؟ سينا جيب يتكلم، انت تتكلم، انا نتكلم، لكن هو يقول لك انا راني اللي نقرر، انا منتخب ديمقراطية. يعني انت قول اللي تحب وانا نعمل اللي نحب. شنو هذا اللي يقول لك في الدكتاتورية؟ في الدكتاتورية اسكت اسكت اسكت، وفي الديمقراطية أنا الشعب كي نتكلم تاخذ رأي، لأني أنا صاحب السيادة، مش برا أتكلم وأنا نعمل شي نحب. وبالتالي اليوم مدام الشعب التونسي حقه في الاستفتاء مصادر بحكم الدستور، يا الدستور يتنفس يا المنظومة باش تنفجر، ما فماش حل ثاني. ونتمنى ما نجيش نهار نقولوا ما قلناها، على خاطر النهار اللي باش نكونوا فيه نوليو نبكيو على الوضع اللي احنا فيه. شنو عامل البلوكاج سي نجيب؟ شنو عامل البلوكاج اليوم باش هالباك هذايا يصير بعد التوافق بين المعارضه على الاقل والمنظمات الوطنيه؟ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل اللي مقدم مبادره، معناها ما تدخل انت، اللهم الجميع اليوم شدد صحيح باش مؤسسه الرئاسه تكون ممثله في هذا الحوار. شوف المطروح اذا هو حوار وطني باش نشدوا العصام الوسط، معليش خلاف، ونحافظوا على الشرعيه ونحافظوا على السلميه ونتقدم. هدايا اتحاد الشغل مشكور خذا هذه المبادره. قداش عنده من خذا هذه المبادره؟ يغلط اتحاد الشغل، راه مش مقدس، مشى هزها القيس سعيد وهو احد اطراف النزاع، كاين وهزها الراشد الغنوشي. بينما المفروض انه كيف ما عمل السي العباسي يتحمل الاتحاد الدور المحوري في تجميع المجتمع المدني وفتح حوار مع السلطة الرسمية. الان ما نقعدوش نلموا في العالم، اتحاد الشغل عنده وزن وثقل وزخم سي اتحاد الشغل الان يلزم نلقاو طريقه باش نمروا للتحقيق. انا بعد تفكير قولها لكم، بعد تفكير اولا قيس سعيد هو جزء من الخلاف، ما ينجمش يكون راعي محكم ويحب يفرض وجهه النظر نتاعو. وراو الحوار نتاع 2013 بقى وقع بمعارضه رئيس الجمهوريه وحزبه ما شاركش، يعني راو مشاركته مش ضروريه. اللي ضروريين هما من جهه المنظمات القوميه اللي انت تتكلم عليهم والمهنيه والمجتمع المدني والقوى السياسية والطرف اللي يحكم سواء في البرلمان أو في القصبة اللي في يده الحل والربط قانونا. هو سي هشام المشيشي يلزم يفهم أن هشام المشيشي بأنه استمراره على الوضعية هذه باش تخليه مغفص بين فكي الكماشة متاع القصب متاع باردو وكرتاج، وصورته معناها ما هيش على أحسن ما يرام. الطريقة الوحيدة باش يكسب القوة هو أنه يستند على المجتمع المدني والسياسي. المجتمع المدني والسياسي اللي يخرج بمقترحات بسيطة تتبناها الحكومة وتلتزم بتنفيذها تحت رقابة المجتمع، هذا هو المتنفس الوحيد. فأناكس محور بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة هو الحل الممكن، لأنه باش تهزها راشد الغنوشي باش يحتويها ويدخلها في الصراع مع قيس سعيد، والعكس. وبالعكس الوحيد اللي رغم أنه محتضنته النهضة وقلب تونس والكرامة مازالت كمؤسسة مكونة من ناس مستقلين ومصالحهم قد لا تتطابق بالمطلق مع الحزام السياسي نتاعهم، وإعطائهم حزام شعبي ممكن ينفس عليهم ويخليهم ينجموا يستعيدوا المبادرة. أنا بعد تفكير
ماني شايف بالشكل العملي وفي ولكن مرة أخرى مش بأيدينا، بأيدي سكون، بأيدي سي الطبوبي وبأيدي سي المشيشي. فالمنبر متاعكم يسمح لي باش نتكلم هذا باش الناس تعرف من هو المسؤول اليوم. يعني توجه دعوة عليهم للاتحاد والمشيشي، للاتحاد والمشيشي اجلسوا مع بعضكم انقذوا الحوار الوطني، هو مؤتمر الانقاذ توا في حاله الى في حاجه الى انقاذ، انقذوا مؤتمر الانقاذ، لموا اكثر ما يمكن من المجتمع، ما تقصيوا حد، لكن اللي ما حبش يشارك يلقى الخير، ما تقصيوا حد، لكن الا كان القوى الكبرى الممثله للمشهد الاجتماعي والسياسي حضروا راهو ذاك اللي به الفائده، راهو لينانيميتين مش ممكنه والاقصاء مرفوض. انت سيدي تحدث على انه حق التونسي، المواطن التونسي، الناخب التونسي في الاستفتاء تمت مصادرته فعلا. صحيح. كيفاش تحب تصير استفتاء ونعرفوا احنا ارقى درجات الممارسه الديمقراطيه الاستفتاء العام. مع الاسف الدستور اللي يعتبر بعض منه يعتبره احسن دستور في العالم نسي او تناسى انه باش يعطي الامكانيه هذه للمواطن التونسي باش يخدو الحي يمشي للاستفتاء. اثنين، انه البرلمان المؤسسه البرلمانيه يمكن هي تنحي رئيس الحكومه وتنحي رئيس الجمهوريه، ولكن ولا حد قادر باش ينحيها دون باش يحلها، امكانيه الحل صعبه وصعبه جدا. صحيح. اثنين، نمشي معاك توا، صحيح وانه بمقتضى السلطات الممنوحه عليها رئيس الحكومه هو الاقوى، ولكن مع الاسف هو الاضعف حاليا في ظل التجاذبات اللي صايره ما بين رئيس الجمهوريه المستقوي بالشرعيه والمشروعيه وما بين رئيس البرلمان اللي عنده زاد شرعيه لانه هو منتخب كنائب ثم منتخب من طرف زملائه موجودين. صحيح. بالتالي هو الحلقه الاضعف. ثلاثه، انك تقارن ما بين 2013 واليوم، انا بصراحه من خلفك الراي لهنا 2013 كانت بدايه التاسيس والمخاف كان عسير وعسير جدا، توا بعد عندك مؤسسات قائمة، عندك انتخابات صارت، رئيس منتخب، عندك حكومة تستند إلى برلمان، برلمان منتخب، مؤسسات أخرى موجودة، كيفاش باش نحبوا نرجعوا احنا ل 2013؟ يصعب جدا. باهي، أنا عمري ما نطلب باش نرجعوا بالتوالي، لأنه الحياة ما تمشيش بالتوالي، ما تمشي كان القدام. صحيح أن الدستور اللي 200 على 217 نواب مؤسسين أقروه كان نتيجة علاقة قوة النهضة بالأساس أرادت أن تضعف السلطة التنفيذية فقسمتها في رأسين وجعلت الرأس الحكومي تحت نفوذها، وبالتالي احنا الآن في نظام الأحزاب، الأحزاب تتخاصم على موقعها ونصيبها من الحكومة وتخضع الحكومة عوض أن تكون هي في خدمة المجتمع وفي خدمة الدولة تريد أن تخضع الدولة إلى مصالحها الفئوية المتعددة والمتنافرة. اليوم 10 سنوات ما عادش نقاش نظري، التوانسة يلاحظوا فيه ويتألموا من ما يعيشوه رو ويكالات سبر الأراء، سألت التوانسة وجاوبوا 78% فوق 90% يحبوا تغيير النظام، 75% يحبوا نظام رئاسي. راهم التوانسة ما همش مسلوبي ملكة التفكير، ثم التلفزيون الحمد لله تفتح العالم كله، وعلى كل حال النخب يستشيروها، اسمعنا يعرضوا عليها العروض المختلفة ويتناقشوا فيها، واللي جاب الناس هذومك للحكم يقول إذا كان مازال قادر يتحمل من هنا العام 2024 ولا ما ينجمش. أنا أقول لك راهو ما ينجمش، وكان جاي ينجم أنا يساعدني، ساعدني كقوة سياسية ناشئة حزب الأمل، ماذا به فسحة من الزمن باش يبني فيها روحه، ما تدهموش أحداث قبل وقتها. أنا ما خممش في مصلحة حزب الأمل، حزب الأمل أتمنى أنه يخمم كان في مصلحة تونس، مصلحة تونس أن نستفتي الشعب اليوم، أن نعطيه حق الاستفتاء، يعني أن الأطراف المبادرة بالاستفتاء ممكن رئيس الجمهورية، ممكن عدد من النواب، وممكن عدد من المواطنين، عدد من الناخبين 100,000 200,000 وقت يجي النقاش الفني نقتبس من جميع التجارب. إذن هذه بالنسبة للنقطة الأولى، لا بد من حق الاستفتاء. النقطة الثانية اللي تفضلت بها هي الأضعف، فعلا هي الحلقة الأضعف، ولكن هذاك علاش أنا نرى
باعتبار أنها في نفس الوقت الحلقة الأضعف وفي نفس الوقت هي الحلقة الأقدر من حيث الصلاحيات القانونية، وسلطة الدولة بين أيديها، الأمن والجيش فعليا بين أيديها، الإدارة بين أيديها، المالية بين أيديها. أنا أقول خذ قوة من المجتمع، جيب المجتمع، استند على المجتمع، على المجتمع طو يعطيك أريحية حتى في تحالفاتك البرلمانية. واحنا هذا نطرحوه مش خاطر سلم الشيشي يهمنا انه يتقوى، احنا لانه نحبوا امكانيات سلم الشيشي تتحط في تشاور وتفاعل مع المجتمع في خدمة المجتمع. أن نلقاو حل للنزيف نتاع المالية العمومية، نلقاو حل للبطالة. عطونا نرجعوا للجانب الاقتصادي لطفي، عنده مزيف في الجانب السياسي لطفي، ناقش الجانب السياسي. بون تو سمعنا رئيس نجيب يتحدث على أن الحل تقريبا بيد رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل. في ظروف الوضع هذا. إيه في ظروف الوضع هذا، لكن رئيس الحكومة معناها استبدل ولاءه لرئيس الدولة. اللي حسب عمليات صبر الآراء الشخصية الأكثر معناها شعبية في تونس استبدله بالولاء للسيد راشد الغنوشي، وهو الشخصية الأكثر معناها نفورا من قبل التوانسة، يعني انتقل من ضفة إلى من قطرة تحت الميزان، من قطرة جاء تحت الميزان. وإحنا نعرف زيادة اللي الصراع بين قيس سعيد والسيد راشد الغنوشي واضح وصريح وبلغ طور الصدام. المشكلة هذا نتاع الصراع شنو هي؟ هو طبعا ليس صراع لا برامج ولا رؤى، هو صراع وجود بين رئيس دولة رغم أنه كأستاذ قانون دستوري إلا أنه لا يرى نفسه إلا الحاكم بأمره، عندوش معناها سيد الرئيس حتى اعتبار للدستور ولا للديمقراطية. بالنسبة لي هو انتخب كرئيس للدولة لابد أن يكون رئيس بكل الصلاحيات ربما اللي كانت عند بن علي، ما عدا هذا هو ما يحكيش حكاية أخرى. يعني تخيل أنت رئيس الدولة يعين 11 وزير في حكومة، ثم عندما مشيشي معناها يبعدهم ينقلب عليه وندخل في حالة الأزمة، هذه أزمة اليمين الدستوري. من ناحية أخرى عندك رئيس حركة النهضة اللي يتحكم في البرلمان بصفته الحزبية، هو يعتبر نفسه الحاكم بأمره في تونس، هو يعتقد أنه بعد رحيل الباجي قائد السبسي ودعمه لقيس سعيد سيكون الرجل الأول في تونس والذي ستدال له الدولة، وهو يمثل طيار إسلامي سياسي يعيش اليوم صعوبات كبيرة إقليميا ودوليا، ويريد أن يجعل من تونس الملاذ الأخير للجماعات الإسلامية بمختلف معناها التوجهات التي أصبحت اليوم مطاردة ومطرودة من معاقلها كما الدوحة وإسطنبول وغيرها وغيرها، اليوم قاعدة تتجمع في تونس. أمس في الليل سمعنا محمد عمار يحكي على منح جنسية تونسية لقيادات التيار الإخواني المصري، معناها كلام في منتهى الخطورة. بالتالي غراج الغنوشي جنسية لجوازات سفر، جوازات سفر، معناها يعيش في معركة وجود بالنسبة ليه، بالنسبة لتنظيمه، بالنسبة لفكره. و من جهة المقابلة قيس سعيد معناها طارح نفسه كما قلنا الرئيس معناها اللي أوامره معناها اللي يمكن إلا أن تنفذ، وما ثماش حاجة اسمها رئيس حكومة، بالنسبة لي لازم يكون رئيس وزراء. هذا الصراع اليوم اللي موجود في تونس يعني كما قلنا ما هوش صراع لا برامج ولا رؤى، تقريبا زوز مشاريع نعرفه مليح المشروع نتاع راجل الغنوشي، لكن المشكل بدأنا ربما نتلمس ملامح مشروع قيس سعيد، لأنه السيد الرئيس طبعا عنده عام ونص ديما قلنا على الحاجات اللي ما يحبهمش، ولا نهار قلنا على الحاجات اللي نحبهم. ما شنو البديل؟ شنو اللي يقترح للبلاد؟ كيفاش يراح حل الأزمة هذه؟ شنو قوله في الاستفتاء؟ هذا كله رئيس الدولة يتعامل معاه بصمت معناها تقريبا صمت مريب. وضعية كيف هيك لا يمكن أن يكون فيها دور لا لهشام المشيشي في اعتقادي أنا، ولا لنور الدين الطبوبي. وذاك علاش قلت لك البلاد واضح أنها ماشية في حالة معناها من سيء إلى أسوأ. سي نجيب لأنه يعني كنت تحكي فيه كله كلام جيد جميل، لكنه لا يتجاوز معناها تطور الأمنيات في اعتقادي أنا، لأنه كان مطروح قدام سي هشام المشيشي أنه يجاوب مع المبادرة الأولى نتاع الاتحاد العام تونسي الشغل، وقت اللي كانت مازالت محافظة على النظارة نتاعها
لكن شفناه كيفاش ألقى بها عرض حائل وذهب إلى التحويل، لأن هشام المشيشي رهن قراره السياسي بقرار حركة النهضة. اليوم أي حوار ثنائي بين المشيشي واتحاد العام التونسي الشغل ستتصدى له حركة النهضة وتوابعها. شوف التوصيف متاعك انصادق عليه 100%. الرئيس يريد أن يكون الحاكم بأمره، وما هوش معترف عمليا بالدستور. يقول أنا هوني حامي الدستور والراعي الدستور، ولكن في الحقيقة قاعد يخالف فيه. اللي قال أن يقول نعمل محكمة دستورية، لابد أن تصير محكمة دستورية لأنها تحد شوية من التجاوزات، ولكن هل تحل المشكل؟ ما تحلش المشكل. شو هو المشكل؟ نحن الآن تحت نظام الأحزاب الجمهورية الرابعة في فرنسا. شمعنتوا أن هالفئات هذه ضعيفة الإغراس في المجتمع التونسي، اللي ضبابية في رؤيتها وفقدان لبرامج لتونس، تتصارع وتسقط حكومة تلو حكومة وتعطل حكومة منذ انتخابات 2019، وهذا الوضع لن يتغير بمحكمة دستورية. إذن أحد أمرين، ما أن نستسلم لهذا الواقع، وإذا ما استسلمنا إليه فما نتائج طبيعة ما يتعب الفراغ. راو شفناه في مطار تونس، راو شفناه في نهج خير الدين باشا، راي هاك السيناريو هذاك هو اللي باش يمشي ويتعاظم ويولي العنف، تبدأ بالهراوات وبعد تولي بالطعنات ونوليه في وضعية ما نتمنوهاش لأحد. فبالتالي ما نجموش نعملوا كونستا أنه فعلا راشد الغنوشي بالضبط هو الشخص اللي أنت تكلمت عليه، يريد أن يكون الحاكم بأمره في هذا البلد وفي خدمة مشروع إقليمي قاعد يعاني ما يعانيه، وداخل في معامع وفي أوضاع دعازق في ليبيا وفي غير ليبيا وفي مصر وإلى آخره. هذا كهو، هل نستسلم لهم؟ المجتمع التونسي 75% دور ظهره للمشهد هذا، ما عادش عنده قدرة باش يتفرج فيه. إذا لابد من حل، والسياسة هي فن الممكن. الكلام اللي قلته على سي المشيشي صحيح، سي المشيشي باش نجم يشكل حكومته كان لابد له من تزكية برلمانية، والبرلمان يسيطر عليه الثلاثي نهضة قلب تونس والكرامة، وبالتالي اختار ما نقولش ينقلب كم باب التربية أن يبتعد عن رئيس الجمهورية وينحاز للشق هذا. صحيح، يبقى الشق هذا رغم انحيازه ورغم تورطه مع الحلف الثلاثي ماهوش هو بالضبط، يبقى فما إمكانية بحكم موقعه وبحكم تركيبته أنه احنا كمجتمع نستملوه. ليش؟ لأنه لو يميل إلى محور مع اتحاد شغل تونس تحل طريق. تقول لي هذا مش بأيدينا، مش بأيدينا. ماذا نملك سوى أن ننادي به وأن نعبئ الرأي العام من أجل أن ننادي به؟ لطفي سمحني دقيقة، ثلاثة دقائق على الفاصل الشهري وراجعين. سمحني ديما يطلبوني بالتليفون، يبعثوا لي مساجات ويكونتاكتيوني بالفيسبوك والانستغرام، وديما نفس السؤال، منين تلبس؟ بان هاني اليوم باش نقولكم من عند مهمودن، ما بوتيك 100% فام، تلقاو فيه لي طوندونس الكل من لبستك نتاع كل يوم حتى لي روب سواري و لي توني تراديسيونيل. مهمودن سي ما بوتيك اي ما مارك بريفيري، والمره هذه زادت دلتني وقربت لنا اكثر باش تحل لنا سا نوفيل بوتيك في نابل نهار الجمعه 12 مارس. ميلا ما تضيعوش الفرصه وتمتعوا باسوامها وبرومواتها الهبال اللي توصل حتى ل 70%. ادريسه واحده، شارع الحبيب بورقيبه لسيتي نابل. ملا البسو كيفي وما عادش تسألوني مين. مها مودن مات فور هير. على خاطر مؤسسات الهادي بن عياد ديما تخمم فيكم وبالبروموات تزهيكم، ومن اليوم تلقاو تخفيضات على الالكتروميناجي الكل، ماشينا لافي، لي تي في، الفريجيدارات، كويزينيير، الي روبو. ملا ما تضيعوش الفرصه ويجاو تمتعوا بالبروموات الهبال متاعنا. مرحبا بكم في مؤسسات الهادي بن عياد، لحواش نابل، وفي الحمامات شارع الهادي والي. انفو لاين 98 523 174، 23 542 651. مؤسسات الهادي بن عياد هي الاولى في البلاد.
من عام 1881، ولمدة سنين سيراميك السيد تعيش في التجربة وتطور في خبرتها، صنعت جدود بغرام تعلموها، بحب زينوها، وبكل فخر صنعوها. سيراميك السيد، الخبرة وراها تاريخ. فيزيتي نوتر سيت ويب www.seed.com.tn. ميديماد، ميديماد مع ايمان المداحي، لطفي العماد، وابراهيم الوسليتي. اهلا وسهلا، مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع. حوارنا متواصل مع الاستاذ احمد نجيب الشبي، رئيس الهيئه السياسيه لحركه امل. تفضل، كنت طالب الكلمه قبل الفاصل. بدي نقول اللي معناها ربما في اشاره لحوار 2013 مخذا البعد هذاك، وكانت عنده معناها نجاعه وفاعليه ومخرجات، يعني خرجت البلاد من الحاله هذيك، الا ما سبقه معناها تحرك الشارع، سيوش الاعتصامات اللي صارت الكبرى، واللي جعلت أنه ضرورة الذهاب إلى حوار. اليوم بالعكس، الناس اللي هي في سدة الحكم هي اللي قاعدة تجيش في الشارع وتستقوى بالشارع، والمنظمات والمجتمع المدني والأحزاب الأخرى اللي هي خاصة خارج البرلمان لا قدرة لها على تحشيد الشارع. وبالتالي شو أخذوا مثلا حركة نهضة، ما يكفيش أنها هي في الحكم، ما يكفيش أنها هي في البرلمان، ما يكفيش هي ترسل البرلمان، ثم تستعين بالشارع حتى تؤكد للناس أنه راني أنا معناها صاحبة الحل والعقد. أما أنا حبيت نرجع لنقطة مهمة في علاقة بالشيء اللي صاير، الصراع ذي اللي صاير، واللي خلي أنه معناها هشام المشيشي نختلف أنا مع سيد نجيب مع إبراهيم وقت اللي نعتبره الحلقة الأضعف. شوف، في تاريخ الشعوب فما لحظات مفصلية واستثنائية تتطلب رجالات استثنائيين. هنا ننتظروا احنا في الشيء هذا، لانه راو تاريخ الشعوب، تاريخ بصفة عامة ما تكتبوش الشعوب، يكتبوه افراد من الشعوب، زعامات معناها هي اللي تقول. واقرأ انت تاريخ تلقاه كله تاريخ زعامات وقرارات جاءت في الوقت المناسب. لو انه بورقيبة استشار الشعب التونسي في قانون مجلة الحوالي الشخصية لما تم معناها اقرارها. علاش حاب نقول الكلام هذا سي نجيب؟ اليوم اقوى شخص نظريا ودستوريا هو السيد هشام المشيشي، او خليني نقول هو السيد رئيس الحكومة بالضبط. هل انه هشام المشيشي واعي بالشيء هذا ام لا؟ ها باش نقول لك علاش. عنده ورقتين محطوطين في مكتوبه، أقوى زوز ورقات. في صراعه مع رئيس الجمهورية نجم يهدد بأنه يطلب من الائتلاف الحاكم سحب الثقة منه وتمشي التكليف يرجع لحركة النهضة. وفي صراعه مع حركة النهضة وحلفائها يهدد بإعادة التكليف إلى رئيس الجمهورية. كان يمكن أن يناور في هذه المنطقة الوسطى ويلعب على شفاء الحفرة، وبالتالي هو اللي يولي الآمر والفاتق الناطق في البلاد هذه، وينجم يختار صياغة الخروج من الأزمة هذه، إما الذهاب إلى حوار مع اتحاد الشغل أو 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 غيره. يعني شوف اش ينجم يعطيه الدستور من صلاحيات ينجم يناور بها، لأنه الرئيس السيناريو المرعب بالنسبة لقيس سعيد أنه تم سحب الثقة من هشام المشيشي وترجع المبادرة للنهضة، والسيناريو المرعب للنهضة أنه هشام المشيشي يقدم استقالته لرئيس الجمهورية. دونك مفروض هذا يجعل السيد هشام المشيشي رجل المرحلة بامتياز، والذي يملك أقوى أوراق المناورة. التوى سي هشام مازال في حالة تردد، مازال ما حسمش المسألة، مازال ربما ماهوش مدرك لخطورة المنصب اللي هو فيه، وأكثر من هذا لخطورة المرحلة اللي تمر بها البلاد. مازال في اعتقادي أنا في نوع من التردد الذي يقارب حتى الارتباك. اليوم شعب كامل نجم يصطف وراه هشام المشيشي كرئيس حكومة، كل المنظمات
اللي تصطف وراه هشام المشيشي كرئيس حكومة، وكل حتى الهيئات الخارجية اللي قاعدة تتبع بقلق بالغ في الشيء اللي قاعد صاير في تونس أمام معناها سلبية رئيس الدولة وأمام معناها المخاتلة متاع رئيس البرلمان. هذه فرصة العمر لهشام المشيشي ولتونس اليوم. على المشيشي أن ينتفض ويكون رجل المرحلة بامتياز، وعنده الشارع وراه، عنده الرأي العام وراه، وعنده كما قلت زوز وراق هذوما وراه اللي حيد بهم قيس سعيد وراشد الغنوشي، ويمشي ينطلق باش يبني تونس جديدة ويطلع التوانسة بالملايين وراه. هذا قرار بإمكانه يتخذه في أي لحظة. بارك الله فيك، أنت مشيت في نفس الاتجاه اللي بديت به. فعلا المشيشي ككائن سياسي هو الأضعف الآن، رئيس الحكومة كما أنت عملت تميز هو الأقوى دستوريا واقعيا، السلطة في يده. بإمكان المشيشي بقطع النظر على المناورة اللي تفضلت بها واللي تجعله دائما معزول، قوته في المجتمع. هو الآن مستضعف من طرف الائتلاف الأغلبي في البرلمان، إذا كان يقعد معزول عن المجتمع ما نجمش يتحرك، رغم اللي لابد من التمييز بين الشيئين، يعني بين الأغلبية البرلمانية وبين حكومة المشيشي في تكوينتها، في مصدرها من جهة، في أفكارها، في دورها، في وظيفتها. فبالتالي القوة هي بالشعب، والشعب يلزم يعتمد على منظمات المجتمع المدني، وأهم منظمة هي اتحاد الشغل. ولذلك بالفعل من أجل تونس لو يقوم محور طبوبي مشيشي، كل واحد يمثل هيكل، واحد يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل بكل معانيه، والآخر يمثل الدولة التونسية متمثلة في الحكومة، ويطلق حوار اقتصادي لشدال أعصام الوسط، وحوار سياسي، لأنه التحليل اللي تفضلت به هو هذاك، حاكم بأمره من هون وحاكم بأمره من غادي، والبلاد مشلولة وتغرق. أي البلاد اللي بلادنا ما هيش بلادنا، ما ناش كارين. وبالتالي يقولوا كفاء، لابد من نظام سياسي آخر وانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية أخرى. رئاسية وبرلمانية، نبدل نعطي نظام رئاسي لأحد أطراف الأزمة، عاد ما نكون نخدم وصراحة في طرف من أطراف الأزمة. أنا لوش هذا الباكيز أنا لوش فيه معناها في إطار الحوار هذا. كيف نتفقوا على حق الاستفتاء؟ الكلمة تخرج من الطبقة السياسية، تعود إلى صاحب السيادة، هو الشعب، ومش كلمة هكا فارغة. رأوا هكا الناس أكلين عيطوا لهم نهار أحد الصباح، تعيط لهم ليزي، كل واحد عنده ورقة هكا ورقة هكا، إي ولا لا. وهذا الناس يستفتى من طرف الطبقة السياسية، لكن الطبقة السياسية لا تقرر. أنا نقول هذا الحل المطلوب، يلزم بناء القوة وتوفير الظروف حتى يصير. أولها وقبل كل شيء أن يقوم هذا المحور لإطلاق هذا الحوار، وأنه يتلخص في جانبين، بعد اقتصادي واجتماعي قلتوا لي باش نتكلموا فيه ودبينا نقولوا فيه كلمة، وبعد سياسي أنا نحط أدميني مع مانيش طالب نظام رئاسي، طالب استفتاء الشعب حول النظام. الكلام هذا الناس كل تقول فيه، ولكن حتى حد ما هم يأخذ بعين الاعتبار مسألة التوقيت. يعني اليوم حتى نهار لحد وقت اللي نور الدين الطبوبي من عام منظمة شغيلة أحضر في ذكرى إحياء وفاة المناضل حبيب عاشور، يقول معناها راهو الاتحاد مش يقعد يتفرجوا عنا البلان بي. متى يقع تفعيل البلان بي هذية؟ خير الوقت من الناس طول علينا مديز. طول علينا كتوانسة، طول علينا، ما حقوش هز المبادرة الرئيس الجمهورية. أخطأ الطبوب وتوى عنده مدة، تو تقول عنده سي نجيب، وكان ما هزهاش وقتها راي رئاسة الجمهورية لامت طبوبه. علاش اقسيتنا وهمشت رئاسة الجمهورية؟ هو قام بالواجب. لا انت من اللول باش تعمل مبادرة، مفروض الشخصية التوافقية، الخيمة التي سيجتمع معناها تحت كل الفرقاء السياسيين، هو رئيس الجمهورية. لكن احنا عنا رئيس جمهورية اسمه قيس سعيد،
طرح نفسه كخصم. هذا مش عنصر جديد، هذا عنصر في المنطلق. صحيح. نعرف أنا كيف نهزها له، باش تعطي نتيجة أو ما تعطيش. لا ولا حتى ما نهزها له قالت النتيجة ما كان تعرف مش تعطي. يا سيدي ما نلوموش. بروتوكولية الاتحاد قام بما عليه. فوق راسنا. الآن تأخرنا كثير. طول عليك الرد. يا خويا أعطيني البي. يا خويا راني تونسي عندي حق عليك. باي انا فاعل سياسي ولكني تونسي في النهايه. تونس راهي باش تمشي بنيدينا. لكن راهو زاد هو سي نور الدين طبوبي كامين عام لمنظمه نقابيه بالنهايه يقول لك راهو انا زاد ماهيش مسؤوليتي يعني نقدم حلول سياسيه للبلاد، انا منظمه اجتماعيه. أيه. صحيح اليوم وضع البلاد يطلب مني التدخل، لكن مانيش سحار انا قصعاجي باش نحي شابو ونجبد لكم الحل البلان بي. اذا احنا عاجزين كانوا خب سياسيه اعلاميه هكا ولا هكا ترى فينا كلنا حايرين، لانه حتى توصيف سياسي في العلوم السياسيه في كل السرديات والادبيات السياسيه والتجارب العالميه اللاحقه والسابقه واللي ما 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 عايشينها تو لا جا فيها مشهد كما المشهد اللي عن رئيس دولة نوع خاص، رئيس برلمان نوع خاص، ورئيس حكومة نوع خاص. لا شوف مانيش موافقك بالكل. شهيد فرحات حشاد اغتيل كزعيم وطني، ما اغتيلش كرئيس نقابة طالب بالأجور. سامحني، لا سامحني، لحبيب عاشور كان زعيم نقابي حلل باب الحرية والديمقراطية، جريدة الشعب أول جريدة كسرت الجمود الإعلامي والنقابيين بحقهم في الاجتماع وفي الإضراب أول من طرح. إيه كانت الحلول سهلة لأنه كنا في ديكتاتورية صعيبة ودفع الدم ودفع سهلة الخميس الأسود ما تنساه. خليني نتكلم، خليني نتكلم. فالاتحاد الشغل في عام 2013 أطلق المبادرة اللي جابت لتونس البري نوبل. اليوم على سيد طبوبي أن يجتهد باش من ظروفه الخاصة يواصل الرسالة متاع الاتحاد. الرسالة متاع الاتحاد وطنية. البعد الفئوي متاعه ما عندناش دخل فيه. أما البعد الوطني. أنت مستشار سي نور الدين الطبوبي سي نجيب الشاب. مش تقول له. أنت مستشاره. إي. كيفاش ترى بلون بي اللي كنتك عليه؟ أنا مش مستشار. أنا طرف أول ما في مي مشيتانا ولا سلمى اللومي وسي رضا بالحاج وسي محسن مرزوق وسي سعيد العايدي وسي رضا بالحاج مشينا لاتحاد الشغل واتحاد الصناعة في مي الماضي تو عام، قلنا لهم رأي البلاد في حاجة إلى إنقاذ، وراكم أنتوما في إطار الفراغ السياسي راكم أنتوما اللي يرجع لكم المسؤولية، رجاء اطلقوا مبادره لانقاذ البلاد. طيب انا ليش نعمل في انتخابات؟ وعاودت سامحني سامحني مادام فشلت تموت سامحني. اليوم انا هاني قلتها على خاطر رجعت شفته سي طبوبي وعاودت حكيت معاه بعد ما وضع المبادره بين يدي رئيس الجمهوريه وقلت له راهو ما تستناش حاجه كبيره راهو عنوان خطا. طيب انا ما يهمنيش في اللي مضى، يهمني في المستقبل. هاني نقول له ليه ولسين مشيشي رجاء اخذروا التحدي نتاع تونس وحاولوا تلقاو حل بيناتكم. هذا هو معناته فما رساله للاتحاد يلزم يستمر عليها. وتقول لي انت سياسي ايش مدخلك في كذا؟ انا سياسي وطني في النهايه نجم يقول لك راه انا ما نجمش نطالب بالحل السياسي. نحن نحمل رئيس دوله وما رئيس برلمان ما لا يحتمل. هل هذا دور الاتحاد في الوقت هذا بالذات؟ الاتحاد عنده مشاكل اخرى اهم، يعتبرها اهم بكثير، والمنظور نتاعو تعتبرها اهم بكثير. مشاكل عندها بعد اجتماعي واقتصادي بدرجه اولى، وهو حاول وكان مشى يعتبر انه مشى للعنوان الصح اللي هو يقول لك رئيس الجمهوريه اللي عنده شرعيه ومشروعيه، ولكن فيما بعد راو مع الاسف الباب اللي طرقه لقاه مسدود به. تو يقول عندي بلان بي. انت تحكي لي تو تقول لي السيد رئيس الحكومه ولا من العام الاتحاد ينجموا يطلقوا هما مبادره ويعملوا حوار. صحيح. باه اطلقوا المبادره وعملوا حوار. هاي. وقالوا نعملوا استفتاء. شكون مش يدعوا للاستفتاء؟ رئيس الجمهوريه. باه وكيف رفض رئيس الجمهوريه؟ لا
مش يرفض. لا الأطراف اللي تدعو الاستفتاء هذا بيش يتناقش. ما للواش عام كما قالت لك إيمان تو الواش عام الانتخابات. الواش عام الدستور اللي يقول لك تو الدستور هذون الناس خاصة جماعة النهضة يقول لك الدستور هذا وكأنه قرآن منزل من السماء لا يأتيه الباطل من قبله ولا من خلفه. يعني نخمم من داخل منظومة النهضة ومن داخل قيس سعيد. لا نخمم منظومة تونس. منظومة تونس. تقول الواش عملنا انتخابات عملنا باش يحتل المطار عملنا باش تصير مواجهة في شارع خير الدين باشا عملنا باش يصير سامحني خليني نتكلم. لا خليني نتكلم. لا كيف نعرف رأي أما كيف أثبتت الأيام القصيرة أنا كيف ما خرجتوش بيان تدوبيه في المطار سامحني راك عيطلي مش تحاورني مش ترفع صوتك عليا مو بدل حماس لا لا الحماس لا العفو نقدرك ونحترمك وانا نحبك والله بجد فما خرجتوش بيان في المطار من فضلك عايشك قبل وهي جارية حزب الأمل خرجوا البيان وموزيك خرجته في العشرة متاع الليل والأحداث مازالت جارية لا بربي كيف تبدأ ما عندك كيفاش خرجوا في المطار خرجوا لا عاد فما خرجوا سويت بين حاجتين لا فما تحاولين يا إبراهيم معليش ما تسويش انا عارف نحترم سينجيب خلينا من الاحترام نحكيوا على دور الاتحاد الاندرا واليوم لا مش دور الاتحاد علاش عملنا انتخابات معناش ما عملناش انتخابات باش تونس تنهار وتحترق عملنا انتخابات باش تونس تقدم الان وقد اتضح ان الانتخابات ما ادتش وظيفتها هل نستكين ونقبل مصير اظلم او يصير عنا هبة من الوعي والمبادرة السلمية والشرعية رانا مناش خارجين عن طريق الشرعية ممكن سي نجيب اللي يسمع كلامك هذا ونحكيك خاصة على الأطراف اللي انت تو تتوجه لها واللي هما ربحوا في الانتخابات يقول لك انا اذا كل انتخابات يطلع لي من بعد طرف ويقول هذا ما اعطات شيء هات نمشوا لانتخابات جديدة دقيقة بالله دونك شنو هو العملية الديمقراطية من الدستور يقول الشعب التونسي يمارس سيادته عن طريق نوابه في البرلمان أو عن طريق الاستفتاء تبحث في الدستور بين دفتيه ما تلقاش حق الاستفتاء تلقى حالات قصوى اللي هي متاع رد أعمال يقوم بها البرلمان ما ندخلوش في التفصيل لا وجود لحق الآن يلزم حق الاستفتاء وأول ما يتحدد هو من السلطة التي تبادر ينجم يكون بمبادرة مواطنية راو وينجم يكون بمبادرة رئاسية وينجم يكون بمبادرة 80 تاع الدستور وانت استاذ قانون استاذ يحدد معناها مواضيع الاستفتاء يقول لرئيس الجمهورية استثنائيا ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او الحريات او حقوق الانسان او الحريات الشخصية والمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب هذا اللي قلته لك انت ممكن ما فهمتنيش ما عندوش الحق سامحني رئيس الجمهورية مثلا باجي قايد سبسي ما كانش عنده الحق باش يقول الشعب التونسي تحب المساواة في الإرث ولا لا كيف مجلس النواب يعمل قانون يهم الحالة الشخصية ولا الحريات ينجم في عود يردوا لقراءة ثانية يطلب الشعب إيش رأيك تقبلوا ولا ترفضوا ما عندوش مبادرة ما ينجمش اليوم رئيس الجمهورية باش يطرح مشكل موضوع الاستفتاء من تلقى نفسه وبالتالي موضوع الاستفتاء رو يلزم يتناقش الأطراف اللي يلزم اللي ممكن وكيفاش والصياغ وإلى آخره المشكل متاع الفئوية أنا يهمني منظورية وأنا محامي مهمني كالمحامين وأنا طبيب مهمني تونس شكون لها من كلنا بولاد بلاد واحدة وبالتالي المطلبية يلزمها تخضع للمتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية ما تكلمناش على الأوضاع الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي هو بشق رهين الأزمة السياسية سنجيب علاش خاطر اليوم ما نتصورش وأنه الوضع الاقتصادي بيصير فيه إصلاحات كبرى إذا كان الوضع السياسي بيقعد على ما هو عليه معنى إذا كان الوضع السياسي متبلوكي في كلمتي أي تفضل عشنا ما نعرفش كان انتم مزوزة كي تفكروها أزمة تعاضد البلاد كانت على ركيبها الاقتصاد الفعلي انهار كانت فما قيادة سياسية لحبيب بورقيبة أزاح بن صالح وعطى وجهة أخرى لتونس مشى سي الهادي نوير الله يرحمه وصلت تونس عام 17% نمو ولكن دخلت في مواجهات اجتماعية وما كانت فما آليات ديمقراطية لحل المسائل هذه وصلنا لعملية قفصة وسي الهادي نويرة مرض بورقيبة مازال موجود أعطى وجهة أخرى وجاب أكل ربيع الأول
وحط سي محمد مزالي وتحرير حرية الأحزاب وانتخابات 81 إلى آخره. استمرت الأزمة وجات أكبر أزمة في عام 86. بورقيبة كان عاجز باش يقود البلاد، خرج الوزير الأول أنا ذاك زين بن علي وأعطى وجهة أخرى. الآن احنا صارت ثورة أعطت قيادة سياسية ثبت فشلها. نحن في أشد الحاجة إلى تجديد النخبة السياسية بالوسائل الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع. عن طريق صناديق الاقتراع. فإلى كان توا معناها هي العهدة متاع 5 سنين صناديق الاقتراع هي مرتهنة لطرف سياسي هو أغلبي لا لا حتى طرف سياسي أغلبي ما يساعدوش بذهب إلى نظام رئاسي. ما دام الشعب ما عندوش الحق باش يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء فنحن تحت أمرة هذا الطرف. أما إذا كان الشعب نحلو له فمه ونقولوا له راي البلاد بلادك والمصير مصيرك وانت اللي تدفع من لحمك ودمك في الوضعية أعطي رايك، تحب تستمر تستمر، تحب تتبدل. هاني أنا هوني هاني نطرح في هذا الشيء في الإعلام. مرحبا انتم اليوم متواجدين سير تراك حركة أمل، معنا شفنا اللمة الأخيرة اللي صارت وشفنا الصور وين وصلت هذيك سي نجيب. احنا نخدمه كل يوم، نخدمه تحت سقف المتاح بالكورونا، نخدموا في العمل الداخلي في بناء هياكل. غدوة الصباح السبت باش نبنيو التنسيقية متاع نابل واحد، السبت اللي بعده باش نعملوا تنسيقية اثنين. عملنا الأسبوع هذايا تنسيقية تونس واحد، مشينا عملنا هذا على مستوى الحزبي المضيق. لكن اليوم فما إجماع على أساس وأنه هالاستفاف وهالكليفاج اللي رجع بقوه. صحيح. كان ماكش اسلامي صحيح. عبير موسي تحت الكره الوطنيه انت باش تكون وطني لازمك بالضروره تكون صحيح. مع عبير موسي صحيح. كان ماكش مع عبير موسي راك انت خوانجي نتاع الخوانجيه. هالوسط اللي رزيتونا فيه سي نجيب الشابي رزيتونا انت تتحمل صحيح. انتم تتحملون جزء من مسؤوليه. انا ما نسمحش نفسي ضياع الوسط. انا ما نسمحش نفسي باش نكلمك هكا و سي نجيب رانا في حوار سي نجيب لا نحكي سياسيه الوسط هذا باش بعدونا على الكليفاج. انت اول من يعرف او المفروض ان يعرف ان الحزب الامل يسعى الى توحيد الوسط ووصل بجمع لقاء في اعلى مستوى. هكا اللي سالتك عليه. اي كنت تسالني عليه مباشره وبطريقه هادئه ومفهمش. ومع كل الاسف ما تتعلقش بنا فقط. اعتبرتك الصور اللي خرجت انها مخالفه للاتفاق. وبالتالي الاتفاق لأنه هش إلى أقصى درجة تعثر بسببك صور. الحزب يبني في هياكله ويستعد للعمل الشعبي. بالنسبة لنا هياكل ما تجمعش المواطنين في الأحياء اللي هي موجودة فيها ما عندها حتى قيمة. وهياكل ما تحملش خطاب سياسي يعالج القضايا الوطنية ما عندها حتى قيمة. أما خطاب زادة ما عندوش مرتكزات تنظيمية يقعد خطاب فوقي يعني ظاهرة صوتية. من جملة الأشياء اللي قلته لك اليوم في الحوار هذا هو مشاركة مني ومن حزب الأمل في حلحلة الأمر. في حلحلة الأمر عندي سؤال أخير سيناجي تسمع. أما حساسية كبيرة اليوم في الحديث على عودة الاستقطاب الثنائي وشفنا حتى إيمان تتحدث عليه معناه وكأنه منكر سياسي. أنا رأيي مختلف معناه لأنه شفنا أنه التيار الأقوى اليوم في تونس الاتجاه الإسلامي من هزم إلا في مناسبة واحدة وقت اللي كان فيها الاستقطاب الثنائي على أشده بينه وبين نداء تونس. ما عدا هذا كان دائما يحقق انتصارات ساحقة. صحيح. علاش اليوم انتم بيتكم كعائلة وسطية ضد هذا الاستقطاب؟ لا مش ضد، أنا مع الاستقطاب الثنائي اللي يفتح على أفق. ما فماش في حتى بلاد تصير انتخابات بدون قطبين. ما فماش يا حزبين يا قطبين. وبالتالي كيما تشي الكرة السياسة تلعب بزوز مش بثلاثة. بقايا هل ترى الاستقطاب اللي قاعدين نشوفوا فيه هو اللي باش يفتح أفق ولا مش هو باش يفتح أفق؟ في رأينا ما هوش هو باش يفتح أفق.
تغيير يعني إزاحة حركة النهضة عن الحكم هو الهدف، بدونه هو ما فماش إصلاح، لأنهم هم المسؤولين على الإخفاق مدة 10 سنين هذه. أهمية الحزب الثالث اللي هي يجب أن يتحول إلى الحزب الثاني، لأنه كان يقعد ثالث يقعد فراج، لابد من قطبين يتنافسان على الحكم بس بالطرق السلمية وعبر صندوق الاقتراع باش نفتحوا أفق للتغيير. وبالتالي أنا مع الاستقطاب الثنائي بالمعنى الإيجابي، يعني المنافسة بين قطبين من أجل فتح أفق لتونس. أما هل قاعد يجري الآن اللي شفناه البارح، اللي شفناه الأسبوع هذا، هل ترى يفتح أفق؟ لا. أنا الأفق الوحيد هو المواجهة والمصادمة، وفي هذه ما نظنش أن النصر سيكون حليف من يواجهون الإسلاميين، لأن العنف ما عادش يعتمد على الحجة وعلى الرأي وعلى التأييد الشعبي، يولي يعتمد على الهراوة، على الفلوس، على المجرمين، شكون نجم يستقطبهم، وشكون اللي يدفعهم للعنف وللجريمة. وبالتالي هذا الاستقطاب هدام بالنسبة لتونس. ما يعنيش راهو من ما 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 نتفكروا احداث جربة بارك الله فيكم، لكن ما تجاوزناش الانتخابات. وبالتالي راهو مش ادانه لا للحزب الدستوري الحر ولا للسيده عبير، وانما السيده عبير في صراحه ضد النهضه راهو مش كل شيء متاح، راهو المواجهه في الشارع وتعطيل المؤسسات الدستوريه راهو غير متاح، حتى وان كانت المؤسسات هذه مصادره من قبل حركه النهضه، لانه انتخبها الشعب التونسي مفردك من نجموش. تو كنت تحكي قلت لانتاج انتخابات اللي ما عطاتناش طبقه سياسيه وهزتنا المآل هذه، نجموا نستعيدوا عنها بحل اخر عن طريق العوده للشعب. هذا هو الفرق. شكرا هذا هو الفرق. سيد احمد نجيب الشيبي رئيس السياسي لحركه امل، شكرا لكل فريق التقني، نهايه اسبوع مريحه للجميع، الى اللقاء.